واحد العدد ديال الغيوان، بمعنى ان كاين واحد مجموعه ديال الزواج الجماعي، بمعنى انه يذكرك سيدي طبعا، بمعنى انه كاين مجموعه من الانشطه ستعرفها مدينه القنيطره. كذلك بالنسبه عندنا 20 او 21 غشت، وإذا تصادف ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد ان شاء الله، هتكون زواج جماعي ان شاء الله الرحمن الرحيم، على الاقل واحد 20 ولا واحد. القضيه ديال الزواج الجماعي داخلين فيهم الاعلام والفنانين مرحبا، ما كرهناش حتى السياسيين يدخلوا حتى هما باش يتزوجوا، ها خليهم راه مجوجين بالسياسه ما عندهم. لا عندنا بالنسبه للاخوان تنشوفوا ان بالنسبه للطبقه اللي هاد الشهر هي اللي ممكن انها تستافد. واش راح تقدموا شي طلبات ولا ضروري من تكون واحد اللجنه ديال الثقة على بالنسبه للحاله الماديه، على بالنسبه سميتو كاين حتى ممكن انه يكون حتى موظف بعض الخطرات، راه موظف راه بعض الخطرات يكون حتى هو راه موظف فقير 2000 درهم ولا 3000 درهم بالنسبه لهذا الوقت، راه ما تنظنش انه عاد تسمح ليه الظروف على اساس انه يدير زواج في قاعه مغطاه في واحد القاعه او عرس كبير. بالنسبه للجماعات تحلوا هذه الفرصه على اساس انه هذا بالنسبه للمشكل ديال القاعه غيتحيد عليه، المشكل ديال حتى بالنسبه لهذا الشيء الاهازيج وسميتو اللي غتحيد عليه. قصدك الموسيقى والقاعه؟ نعم نعم، بالنسبه للاكل والشراب والحلويات بالنسبه لهم هما القاعه عرسان غيكونوا ان شاء الله الرحمن الرحيم اكيد. وحتى بالنسبه للسيد خالق داير واحد المفاجاه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولو ان دابا نذكرها، انهم بعد الليله ديالهم يديهم مارينا سمير ان شاء الله ويدوزهم في الباطو، وغتكون شي حاجه اللي زعما تبقى لهم ذكرى خالده ان شاء الله الرحمن الرحيم. تنظن انهم ماشي في المتناول حتى بالنسبه للناس اللي اغنياء هذه العمليه هذه. فدونك احنا بالنسبه لنا اللي تنطمحوا على اساس انه بالنسبه لهذا الزواج الجماعي تخلي لهم واحد ذكرى جميله جدا. وهذيك اول لابينه، العام الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم تنوعدوا على اساس اول خطوه من اول خطوه في المجلس البلدي، وهذه بالنسبه لاول جماعه في المغرب، اول جماعه في المغرب تدير هذه العمليه ديال الزواج الجماعي. اول جماعه في المغرب غادي تدير من غير البرامج الخاصه اللي كانت تدير المصحف اللي غادير هذاك الشيء صح. حنا غنطلقوا سيد حيم، بغيناك التوقيت يعني الناس اللي غيجيو يقدموا الطلب يحطوا بان راه ما عندهمش. اولا بقى المساله متعلقه اولا لانه درنا شراكه مع هذه الجمعيه، بقى تتعلق الامور ب كما تقولوا التوقيع ديال السيد العامل والتاشيره ديالو على هذه الاتفاقيه، على اساس انه باش تطلق الحمله، واتمنى انه تكون في اقرب الاجال لانه ما بقاش بزاف، بقات 20 يوم ولا ما كامله شيء. هاد عمليه الانتقاء، وحنا كنا بالعكس كنا باغي ندير واحد البرنامج ماشي غير انتقاء واجي تزوج، بالعكس كانت تكون تكوينات، تكون محاضرات بالنسبه لهاد الشباب اللي ممكن في مقتبل العمر ممكن انهم ياسوا واحد اسره. كانت غتكون بزاف ديال البرامج اللي غتواكب هذا الزواج، كان الزواج كان غتكون هي الخاتمه. على يعني كنت غاديروا على شكل مسابقه؟ ماشي غير كنا كنشوفوا داك الشيء ديال العروسه وهذا الشيء مثلا. شكيلو ممكن انه كانت غتبلور حتى ندوات فيما يخص التكوين بالنسبه للزوج، بالنسبه للزوجه كيفاش تكون، كيفاش الاسره غتكون، يعني ماشي غير الزواج ماشي غير لعبه. ماشي غير لعبه، دونك هذا هو العمليه. الوقت المهم تيداهمنا، نتمنى انه تكون في اقرب الاجال.